السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا؟ الحمد لله. أحد طلبة العلم كما يقول أنكم تنكرون علم أصول الفقه، هل هذا الكلام صحيح؟ باطل، كلام باطل باطل باطل. يعني ماذا تقولون في أهمية علم أصول الفقه؟ على علم أصول الفقه علم يتوصل به إلى معرفة مراد الله ورسوله، وعلم كسائر العلوم التي يستفاد منها، لكن الإيغال بغير دليل هو الذي ننقمه. تلغي الإيغالا لا دليل عليه وترد الأدلة بما تسميه الأصل كذا والأصل كذا دون إجماعات على الأصول، هذا الذي ننقمه على الناس. تحاجي الشخص بالكتاب والسنة ويقول لك الأصل كذا، من وضع الأصل؟ ما يعرف من وضع الأصل، هل الأصل مجمع عليه أو مختلف فيه؟ ما يعرف. فهذا الذي نقول له انتبه. بارك الله فيك جزاكم الله خير وإياكم.